النهارده بالمباراه او مباراه القمه ما بين النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي وفوز النادي الاهلي على النادي الاسماعيلي بهدفين مقابل لا شيء. المباراه دي من الناحيه الفنيه الحقيقه تقسم لشوطين حتى من الناحيه الفنيه. طبعا كل مباراه في الدنيا شوطين، لكن المباراه دي اذا قسمتها هتقول النادي الاسماعيلي استحوذ على المباراه او على الشوط الاول كاملا منذ بدايته وحتى نهايته، اما النادي الاهلي فاستحوذ على المباراه في شوطها الثاني كاملا واحرز هدفين. النادي الاسماعيلي كان يستطيع ان يحرز هدف المباراه الاول في كره كالديرون اتلعبت له، حطها في العارضه ورجعت مره اخرى ده في الشوط الاول، اما في الشوط الثاني ومن صد اعتقد ان هي تصدي خرافي لحارس مرمى رائع، حارس مرمى النادي الاهلي محمد الشناوي عمل تصدي خرافي الحقيقه، تصدي من اعتقد وجيه عبد الحكيم مش فاكر مين بالظبط، لكن احد لعيبه النادي الاسماعيلي شاطها ما بينه وما بينهم حوالي 4 ياردات، ومحمد الشناوي تصدى لهذه الكره بشكل رائع الحقيقه. الكره دي تردت من بعد الكره دي تحديدا، و خساره النادي الاسماعيلي لكالديرون اولا ثم محمد متولي ثانيا، اعتقد ان ده اثر بشكل كبير جدا جدا في النادي الاسماعيلي. وخليني قبل ما ابدا اتكلم يعني بحاول ان انا اهمس في اذن مجلس اداره النادي الاسماعيلي اللي انا الحقيقه بكن لهم كل احترام وكل تقدير، واقول ان اي فريق في الدنيا، اي فريق عايز ينافس على الدوري العام هنا في مصر او كاس مصر او البطوله الافريقيه يجب ان يكون عنده ناحيه هجوميه او راس حربه واحد واثنين وثلاثه واربعه لو امكن، واحد واثنين وثلاثه واربعه لو امكن، والاربعه يبقوا احسن من بعض، الاربعه يبقوا احسن من بعض، مش مثلا انا عندي كالديرون الفتره اللي فاتت ما بانتش، ويمكن هذا البرنامج او من خلال هذا البرنامج انا كنت دايما بقول كده، ولما كان معايا الحاج عطيته والمهندس ابراهيم عثمان رئيس النادي الاسماعيلي والحاج عطيته عضو مجلس اداره النادي الاسماعيلي قال لي احنا بنحاول ان احنا نبني فريق جديد خلال الفتره اللي جايه عشان ينافس على كل البطولات، وبالتالي اذا كان يريد مجلس اداره النادي الاسماعيلي ان يسعد جمهور الاسماعيلي يجب ان يكون هناك تعاقد مع مهاجم سوبر في شهر واحد القادم، في شهر واحد القادم. الفريق اللي موجود دلوقتي فريق رائع، فريق جيد جدا يستطيع ان هو ينافس اي حد على اي مباراه بيلعبها يستطيع ان هو يكسبها، ولكن الناحيه الهجوميه فرقه كتير جدا. كالديرون طبعا لعيب كويس، ولكن لما كالديرون طلع مين اللي لعب مكانه؟ مفيش حد راس حربه يلعب في النادي الاسماعيلي. يجب ان يكون هناك في الانتدابات القادمه في شهر يناير القادم واحد واثنين وثلاثه مهاجمين سوبر للنادي الاسماعيلي. تحت المهاجمين النادي الاسماعيلي يملك لعيبه رائعه، الدفاع يملك لعيبه كويسين، وعنده لسه احمد ديودار وعنده ابراهيم عبد الخالق، عنده مجموعه جيده من اللاعبين، ولكن ان هم عايزين ينافسوا، النادي الاسماعيلي عايز ينافس على الدوري، لازم اتنين راس حربه سوبر خلال الفتره اللي جايه بجانب كالديرون. اما نادي الاهلي الحقيقه فدي شمه الكبار ان هو بعد وقعه كبيره وخسارته للنهائي الافريقي ان هو يرجع ويلاقي الانتاج الحربي، يفوز على الانتاج الحربي، ثم من بعده يلاقي متصدر الدوري العام النادي الاسماعيلي ويهزم النادي الاسماعيلي بهدفين مقابل لا شيء. النادي الاهلي في الشوط الثاني تغير شكل المباراه تماما. كلمه السر بالنسبه للفريقين هي الضغط الامامي، الضغط الامامي. لما كان النادي الاسماعيلي بينفذ الضغط الامامي في الشوط الاول كان عامل شوط رائع، الشوط الثاني لما النادي الاهلي نفذ الضغط الامامي او من قدام، يعني الضغط الامامي ده اللي هو بتعمل بريس او بتعمل ضغط على كل اللعيبه من قدام خالص، كان النادي الاهلي له الافضليه، ولكن خبره لعيبه النادي الاهلي استطاعت ان هي تحسم الامور. عمرو السوليه وعبد الله السعيد هدفي النادي الاهلي في هذه المباراه، و يزحف النادي الاهلي كعادته دائما الى قمه الدوري العام بعد فوزه على المتصدر النادي الاسماعيلي في مباراه كان ممكن نشوف مباراه فنيا احسن من كده، ولكن هذه المباراه مباراه جيده كان لا ينقصها فقط الا ان احنا نشوف الاستاد ده مملي على اخره، لان كان نفسنا بقى خلال الفتره اللي جايه كانت هتحصل مشكله قبل المباراه، ولكن الحمد لله اتحلت على خير. نفسنا نشوف الجمهور في المدرجات خلال الفترة القادمة.